تك. هي عالية قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية رئاسة الزميل المناضل عبد الله البقالي، زميل الأخ العزيز عبد الكبير شيشين رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، زميلين عزيزين طالبي وعبد الحق العظيمي عضوي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفنان الأنيق والجميل محمد الشوبي، الزميل العزيز القدير نور اليقين بن سليمان المكرم هذا المهرجان الاحتفائي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. جهوي النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقنيطرة على هذه المبادرة الوازنة جدا. اولا التقرير اللي تحدثت عنه في كلمتي، انا يعني نحن نتفق على جزء من التقرير، تقرير مراسلين بلا حدود، ولكن لدينا ملاحظات كثيرة. هذا التقرير تم انجازه على اساس معايير لا نعرفها، معايير فضفاضة يتحدث عن الأوضاع السياسية، وعن ليست هناك معايير دقيقة جدا لقياس حرية الصحافة في هذا التقرير. أيضا المصادر اللي اعتمدها هذا التقرير، تقرير منظمة دولية لا يمكن أن يعتمد أشخاص كمصادر، تقارير المنظمة الدولية تعتمد عما ينشر طبعا وعن تقارير المنظمات المهنية المختصة. أما أن يتم انتقاء شخص أو ثلاث أشخاص ويتخذهم كمصدر لإنجاز تقرير، أعتقد أنه هذا فيه خلل كبير جدا. أيضا نشم من التقرير رائحة سياسية، رائحة السياسة، رائحة الحسابات السياسية، أنه حينما يتحدث عن الصحراء المغربية يتحدث عن وجود صحفيين يتعرضون إلى انتهاكات، هذا غير صحيح، غير موجود. الذين يقومون بأنشطة إعلامية في أقاليمنا الجنوبية هم نشطاء موالون لجبهة البوليساريو الانفصالية، وبالتالي لديهم أجندة سياسية وليست أجندة مهنية، وعيب وعار على منظمة دولية أن تتحدث عن أشخاص لهم أجندات سياسية. أما الصحفي هو الذي يتوفر على بطاقة الصحافة المهنية أو بطاقة الصحافة المهنية الدولية أو بطاقة اعتماد، هؤلاء لا يتوفرون على أي وثيقة، هؤلاء أشخاص موالون لجبهة البوليساريو يتلقون أجورا ومقابل مالي مقابل الأعمال التي ينجزونها، وعيب وحرام على منظمة دولية أن تعتمد على مثل هذا المراجع. جواد خني الكاتب الجهوي فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نحن في إطار فعاليات مهرجان احتفائي من تنظيم فرع الجهوي النقابة الوطنية للصحافة القنيطرة بالقنيطرة بدعمين وحضور المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. هذا الاحتفاء بأبعاد حقوقية مهنية، كان حضور ديال الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل عبد الكبير خشيش رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، في كلمته مركزات على الأبعاد وعلى المطالب وعلى الانشغالات وعلى أهم القضايا المهنية والاجتماعية والحقوقية والديمقراطية اللي كاينة عند الصحفيين. كانت واحد اللحظة هامة في البرنامج اللي هي الحضور ديال الفنان الأنيق والجميل محمد الشوبي الذي ارتبط في إبداعه وأيضا القضايا ديال المجتمع، عنده واحد الحضور قوي نقدي فينا ارتبط بقضايا ديال المجتمع، وايضا كانت واحد اللحظه ديال التكريم الصحفي نور اليقين بن سليمان، تاريخ ديال الصحافه المكتوبه ببلادنا وايضا من احد القيادات التاريخيه ديال النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه. احتفاء تندرج في هذا السياق العالمي ديال اليوم العالمي لحريه الصحافه، كان الاصرار وكان الحضور الجماعي ديال حضور، انا في الحقيقه فاجئني الحضور القوي والمكثف ديال واحد العدد كبير ديال الزملاء وديال الزميلات نحو التضامن من اجل واحد المجتمع
اللي يضمن الحريات ويضمن واحد الصحافة حرة مصدهرة تعددية ومستقلة. في هذا المهرجان الذي اخترناه أن يكون جهويا من أجل أن نكون قريبين من المناضلات والمناضلين لإحياء اليوم العالمي للصحافة، ولكن اخترناه انطلاقا من شعار يجمع بين الحرية والمسؤولية. في مجال الحرية نعتقد بأنه في النقابة الوطنية للصحافة المغربية مارسنا مراحل نضال من أجل توسيع قاعدة الحرية في الممارسة الصحفية، ونعتبرها أكسجين الممارسة الصحفية. حققنا كثير من المكاسب على الأقل ما بين 2000 واليوم 2022، يعني عقدين فيها كثير من الإصلاحات، فيها قوانين نعتقد بأنه حان الوقت الآن لمراجعتها من أجل أن تكون ملائمة أولا لزمانها، ومن أجل أن نحقق عتبات أخرى فيما يتعلق بحرية الصحافة وكذلك في المجال المهني. المهنية نقول على أنها هي قرينة الحرية لأنها ترتبط بالمسؤولية، وفي المهنية نقول بأنه لا بد للمقاولة الصحفية أن تقوم بدورها في تكوين الصحفيين، ولا بد لكل القطاعات يعني المتعددة أن تساهم في هذا التكوين الذي يرتقي بالصحفي من الناحية المهنية، ولكن في نفس الوقت أن يضمن له بيئة مهنية يحس فيها بالكرامة من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية. التكريم سعيد أكثر لكون التكريم ديالي تم من طرف فرع جهوي لمدينة القنيطرة للنقابة الوطنية الصحافة المغربية. اعتز كثيرا بالزملاء ديالنا في المدينة ديال القنيطرة اللي ربطتني معهم علاقات طويلة، وأيضا كنت من المشرفين على تأسيس الفرع الجهوي بالقنيطرة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. أتمنى التوفيق للأجيال الجديدة ديال الصحفيات وديال الصحفيين، تتمنى لهم باش يكونوا سعداء في المهنة ديالهم، وباش يكونوا مرتاحين في المهنة ديالهم، وباش يناضلوا أيضا يناضلوا من أجل المهنية ومن أجل الحرية ديال الصحافة اللي هي الشعار ديال هذا المهرجان هذا. وشكرا. بالنسبة للحضور ديالي اليوم هو لمساندة دائما حرية الصحافة، وللوقوف يعني على المنجزات اللي تنجزت في هذا الإطار ديال الحقوق، والوقوف كذلك كإحنا لأنه كنتعتبروا حتى إحنا كفنانين كنتعتبروا إعلاميين من واحد الصيغة بواحد الصيغة أخرى، ولكن بالنسبة لنا إحنا الصحافة هي أهم ما كاين يعني في الجسم يعني الديمقراطي المغربي. ملي كتكون الصحافة يعني نشيطة ومشتغلة وعندها معلومات وعندها بزاف ديال الأشياء اللي مفتوحة لها، بطبيعة الحال كتعطي واحد المنتوج مزيان وكتعطي واحد سلطة رابعة حقيقية. وهذا علاش يعني حضرت أنا في هذا اللقاء هذا ديال النقابة الجهوية هنايا، على أساس أنه نحضر مع الإخوان نساندهم نوقف أنا في هذه المسألة هذه. ودمتم أحرار. حضوري إن شاء الله يكون فني بامتياز بكشكولين فيروزي، ولي الشرف الحضور لهذا المهرجان الاحتفائي بالصحافة وبالفن. أنا فخورة جدا بهذه المشاركة القيمة اللي نظمته النقابة الصحفية النقابة الوطنية للصحافة المغربية. لي الشرف الكبير أنني نكون إن شاء الله من بين وجوه المشاركة في هذا المهرجان، كذلك الوجوه النقابية في الصحافة والوجوه كذلك الفنية كأستاذ الشوبي. جميل جدا غيكون هذا الحفل إن شاء الله، وإحنا فرحانين به. Oh, yeah.